لماذا تقاس السرعة في البحر بالعقد؟ تكتب روايات المغامرات وكتب التاريخ بقصص مروعة عن سفن ضاعت في البحر، حكايات البحارة الذين يفتقرون إلى الطعام والمياه العذبة أو يموتون نتيجة لداء الأسقربوط وهو عوز الفيتامين سي، ويحاصرون في المناطق المدارية خلال موسم العواصف. ما لم يعرفه البحارة مدى السرعة التي يبحرون بها فقد ينتهي بهم الأمر متأخرين عن جدول المواعيد بأيام، ويعرضون أنفسهم وأولئك الذين على متن السفينة للخطر، ويقلقون أحباءهم الذين ينتظرونهم بشوق على الميناء. تشرح كاميلا كاباليرو الخبيرة في معهد ماساتشوست للتكنولوجيا والمنسقة الأكاديمية لبرنامج Amphibious Achievement، وهو برنامج توعية رياضي وأكاديمي لشباب المدن في بوسطن، فتقول: مع عدم وجود مراجع نظرية لقياس مدى تقدمه عبر البحر المفتوح، لم يستطع البحارة معرفة السرعة أو المسافة التي كانوا يسافرون بها. لكن عندما تم استعمال الميل البحري 1.852 كيلومترا في القرن 15، كان لدى البحارة معيار مفيد لقياس السرعة، وكانت هذه بداية اختراع آلة تسجيل سرعة الرحلة التي تسمى بالتشيب لوج. وتعتبر هذه الآلة أول عداد سرعة بحري في التاريخ. تشرح كاباليرو قائلة: لقد استخدموا المواد التي كانت في متناول أيديهم. تواصل قائلة: أسماء هذه المواد: قطعة من الخشب على شكل إسفين مضلع وساعة رملية صغيرة وحبل طويل جدا. لكن ليس أي حبل كان سيفي بالغرض، استنادا إلى طول الميل البحري كان يتم ربط العقد على طول خط آلة التسجيل، تاركين مسافة 14.4 متر بين كل عقدة والتي تليها. يربط أحد الطرفين بمؤخرة السفينة بينما يربط الآخر باللوح الخشبي الذي يتم إسقاطه في الماء. تقول كاباليرو: عندما يقوم أحد البحارة بمراقبة ساعته الرملية تنهي الرمال في 30 ثانية، كان زميله يمسك بالحبل ويحسب عدد العقد أثناء مرورها من بين أصابعه بقسمة 14.4 مترا على 30 ثانية. عرفوا أن العقد الواحد تعادل 1.85 كيلومتر في الساعة أو ميل بحري واحد. ومن خلال إجراء حساب باستخدام العدد الفعلي للعقد التي تمر بين يديه خلال 30 ثانية، يتمكن البحارة من قياس سرعة السفينة. أثبتت هذه الطريقة فعالية ودقة في قياس سرعة حركة السفينة حين عند القياس عدة مرات بأخذ المتوسط خلال اليوم. تم البحارة تلك البيانات في الملاحة وتقدير موقع السفينة فيما يعرف باسم التقدير الاستدلالي، وهي الطريقة المستخدمة قبل ظهور أدوات الملاحة الحديثة. اليوم يتم تحديد سرعة الملاحة بواسطة أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية أو مقياس دوبلر، وتم استبدال الرقم المقسوم عليه 30 ثانية ب 28 ثانية. ولكن لا يزال يطلق على أداة قياس سرعة السفينة اسم السجل لوج، ولا تزال المسافات البحرية والجوية تقاس بوحدة الميل البحري ميل نوتيك. حسب قول كاباليرو، تستند الخرائط المستخدمة في البحر والجو على محيط الأرض، وتضيف: يختلف حجمها مع خط العرض والميل البحري الذي يزيد طوله ب 500 قدم عن الميل البري. توافق بين هذه الاختلافات: في كل من حجرة قيادة السفينة وقمرة قيادة الطائرة اليوم، لا تزال السرعة التي تعادل ميل بحري واحد في الساعة تسمى عقدة نوت، وهو ما يعد صدى للأيام التي ابتكر فيها أفراد طاقم السفينة الشراعية والمراكب من قطع من مواد بسيطة آلة صغيرة مهمة وأساسية في آن واحد.